تحية طيبة عليكم وعلى جمهوركم الكريم. بالحديث عن عودة السيد الصدر إلى المشهد السياسي، هذه المرة سيكون مختلف تماما. الجميع يعلم بعد انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية، والذي قد كان فاز ب 73 مقعد، والليلة الدامية التي حصلت في بغداد بالقتال داخل المنطقة الخضراء، أعلن السيد الصدر انسحاب بشكل تام من العملية السياسية. لكن اليوم وبعد هذه بعد مرور أكثر من سنة، السيد الصدر يحاول العودة مرة أخرى إلى العملية السياسية، لكن هذه المرة ستكون مختلفة وستكون مؤثرة، باعتبار أنه السيد الصدر لديه جمهور عقائدي، وهذا الجمهور ثابت يختلف عن بقية جماهير الحركات السياسية وغيرها، باعتبار أنه اليوم السيد الصدر جمهور مؤثر وجمهور شعبي، وكذلك توجيه الخطاب في الآونة الأخيرة لأتباعه بتحريك القواعد الجماهيرية، هذا بحد ذاته ينذر بخطر اتجاه بعض القوى السياسية، باعتبار أنه السيد الصدر منافس قوي ومؤثر وله جمهوره الثابت وله تأثيره الواضح في العملية السياسية، باعتبار أن هنالك سابقا وان حصلت الصراعات وقد منع من تشكيل حكومة أغلبية من قبل جانب الإطار التنسيقي وكذلك من قبل بعض الحركات السياسية. نعم، التقارير تشير إلى أن هناك استعدادات سياسية وشعبية فعلية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة. يبدو أن هناك تغييرات حاصلة في المشهد السياسي، ما جعل الصدر يعود إلى مساره مرة أخرى. بالتأكيد سيدتي العزيزة، يعني بعد التفرد الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة وأصبح هو المسيطر بالدرجة الأولى واستحوذ على المقاعد التي أخليت من قبل التيار الصدري، تركت هذه المساحة وتركت نوع من الاختلال بالعملية السياسية، باعتبار أنه طرف التيار الصدري هو طرف من أطراف موازنة المعادلة السياسية في البيت الشيعي ولا كان في العملية السياسية بشكل عام. وأيضا الفوضى التي حصلت مؤخرا بالصراعات، منها انتخاب رئيس مجلس النواب وإقالة بعض النواب، وكذلك الصراعات السياسية مؤخرا، قد دفعت السيد الصدر للتوجه مرة أخرى، باعتبار أنه السيد الصدر لديه مشروع إصلاحي. دائما ما يتحدث أن هنالك لديه مشروع إصلاحي، وهذا المشروع الإصلاحي لابد أن يكون بشكل واضح، أن يحل الأزمة التي مر بها العراق منذ يعني 20 سنة من بعد سقوط النظام السابق، لحد الآن لم تكن هنالك حكومة وطنية تحكم بشكل واضح على حد تعبير السيد الصدر. يعني نعم سيد علي الحبيب، صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على المداخلة.